نحن أتباع الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن به مشايخك أيضا. أنت الذي تؤمن بنبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأتي بعد. أنت الذي تؤمن بأن المسيح حي في السماء ومحمد صلى الله عليه وسلم ميت في المدينة المنورة وأن المسيح سينزل وسيكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم تمارسون الدجل فعلا. الله تبارك وتعالى يقول يعني أن هؤلاء في الواقع يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويعلمون أن الذي يقولونه هو في الواقع لتنفير الناس وهم يعلمون حقيقة الأمر. يعني أنتم تعلمون بأن دعوانا هي دعوة أن مؤسس الجماعة حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني هو الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بالفعل إن مقامه هو مقام نبوي، إنه نبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن عيسى ابن مريم سيأتي في آخر الزمان وسيكون نبيا، ولكننا إيمانا منا بختم النبوة وبأنه لا يمكن أن يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي جديد أو قديم، نقول بأن المقصود بعيسى ابن مريم في آخر الزمان والمقصود بنبوة الإمام المهدي هي نفسها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت من خلال نائبه وممثله. أما القول بموضوع أنه لا يوجد نبي ظلي ولا نبي ما يعني نبي يمكن أن يأتي على قدم نبي، فأنتم بذلك تخالفون الواقع والتاريخ. يعني اليهود أمثالكم الذين رفضوا عيسى ابن مريم عليه السلام رفضوه بنفس هذه الحجة. عيسى بن مريم عليه السلام جاء وقال أنا المسيح الذي وعدتم به، فقالوا أين إيليا الذي رفع إلى السماء، أين إلياس؟ فقال لهم إلياس جاء مثيله، جاء ظله، جاء الذي يشابهه، جاء الذي في مكانه وهو يحيى. فأخذوا يضحكون عليه وأخذوا يقولون كيف يمكن أن يكون نبي قد جاء ظلا أو جاء ممثلا أو نائبا أو على هيئة أو على قدم نبي آخر. فلماذا هذا الكذب؟ وإلى متى ستستمرون أنتم في الدجل؟ لذلك عليكم فعلا أن تستحوا من أنفسكم وأن تتوقفوا عن هذه الأمور. يعني نحن متفقون جميعا نبي سوف يظهر نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، متفقون جميعا. أنتم تنتظرون ذلك النبي الذي كان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بستمائة سنة. أما نحن فنقدم أدلة على وفاته ونقول ليس المراد هو وإنما شخص من هذه الأمة. فإذا أثبتنا وفاة وموت ذلك النبي الذي كان قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن على حق. فإذا أثبتتم حياته فأنتم على حق. أما بالنسبة إلى مجيء أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن متفقون على ذلك، فأين الدجل في هذا الموضوع؟ صحيح. وإضافة إلى ذلك نحن لا نؤمن بنبي كالذي في أذهانكم، لا نؤمن بنبي مستقل كعيسى وكموسى، ولا نؤمن بنبي يحمل شريعة جديدة، ولا نؤمن بكتاب غير القرآن، وإنما نقول بأن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو نبي لأن مقامه هو مقام نبوي، ولأنه قد عكس كمالات النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت به البعثة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في سورة الجمعة، فهي نبوة ولكنها أيضا ليست كالنبوة التي في أذهانكم. فأنتم أمام هذا، إما أن تقبلوا الذي نقول أو أنكم ستسيئون إلى ختم النبوة وستؤمنون بعيسى عليه السلام يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كسرا لهذا الختم.